السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بينفوني نوتخشين اوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ليكريتور، غادي نشوفوا كومون ريديجي اون لاتر بيرسواسيف. اذا كما عندنا في الكتاب ديالنا في هاد ايكريغ عندنا ريديجي اون لاتر بيرسواسيف. اذا عندنا واحد جوج ديال لي بانو تما، واحد لا جوج ديال لي زيلوستراسيون، وعندنا واحد لا لاتر بيرسواسيف اللي عندنا على اليمن. نحاولوا نقراوهم ونحاولوا نشوفوا شنو هما وكيفاش تيداروا هاد لي لاتر بيرسواسيف. اذا نبداو في الصورة اللي على اليسار أغوش، عندنا بونسي أنو غوليتو دو. إذا كما تشوفوا عندنا تما دو زونفون دايزين في واحد الباساج بييتون. إذا هما دايرين داك البانو هذا كيقولك أسيدي بأن ما خاصكش تسوق، فكروا فينا حنا سوقو غير بشوية، يعني في لي بييتون في لي باساجي تما. وبالنسبة ليماج التانية عندنا فيها غاردون نو فيل بروبر جوتون لو ديشي دون لي بوبيل. اذا باش نحافظوا على المدينه ديالنا ولا على المدن ديالنا يعني نقيين، خاصنا نلوحوا الازبال ديالنا في لي بوبيل. وعندنا في اليمين عندنا واحد لا ليتر بيرسواسيف اللي مصيفطينها لي زيليف دو سي ام 2 لو ديريكتور ديال واحد الموزي. اذا لو 5 ماي مسيو لو ديريكتور نو ديزيرون فيزيتي لو موزي داركيولوجي. En effet, nous avons étudié les pharaons égyptiens et nous souhaitons en savoir plus. Nous avons bien travaillé toute l'année et le maître souhaite nous remercier. Nous attendons votre autorisation. Merci d'avance, les élèves de CM2. Et donc, comme je disais, les élèves de CM2, certains ont la lettre persuasive, c'est-à-dire un message pour les convaincre, le directeur du musée, pour les laisser. باش يعطيهم لوتوريزاسيون باش يزورو داك الميوزي. اذا كاتبين ليه بانهم هما بغاو يزورو الميوزي ديال الاركولوجي بحيت بغاو يشوفو ديجا تيقراو الفراعنه المصريين وبغاو يشوفو ويعرفو اكثر. قالوا لهم بان خدموا مزيان في هذه السنه هذه ولو ميتر ديالهم بغا يشكرهم. اذا هادشي علاش صيفطوا ليه هاد لا ليتر بيرسواسيف. وبالنسبه لي دو بانو اللي عندنا لتحت نحاولو نكتبو شويه. بالنسبة لو بانو افيك لا ليجوند بونسي نو غولي تو دو سو تخوف اون جينيرال سوغ لا روت، غالبا تتلقاهم في الطرقان دون لا غو دان ليتابليسمون سكولار ولا في شي بلاصة فيها حدا ليتابليسمون سكولار دون كولوني دو فاكونس اتسيتيرا، يعني ولا هكا تلقاها حتى شي مخيم. وبالنسبة لو سوكون افيك لا ليجوند غاردون نو فيل بروبر جيتون نو ديشي دون لي بوبيل peut se trouver partout dans une ville. ممكن نلقاوها في أي بلاصة في المدينة، notamment près des endroits fréquentés par un large public. غالبا في البلاصة اللي تيمشيو ليهم الناس بزاف بحال لي جاردان لي بارك لي زيتابليسمون سكولار اتسيتيرا. إذا هادو هما فين ممكن نلقاو هاد لي ليتر بيرسواسيف. إذا ندوزو دابا لاكتيفيتي 1 قالك tu veux adopter un petit chien tes parents hésitent يكري 3 فراز بور لي كونفانك. نتا بغيتي تربي واحد الكلب ووالديك ما بغاوش، نتا غادي تكتب لهم واحد 3 ديال الجمل باش تحاول تقنعهم. اذا انا حاولت نكتب لكم واحد 3 ديال الجمل اللي هما مكلاسيا من لي موان فور او بلو فور. الاولانيه تو مي زامي او ان شيان، يعني كتقول لهم الاصدقاء ديالي يعني كاملين عندهم الكلب. الثانيه جي بيان ترافايي ا ليكول جو ميريت سو كادو، يعني انا خدمت في ليكول مزيان نستاهل هذا الكادو هذا. 3 لو شيان فا غاردي لا ميزون، يعني هاد لو شيان غادي زعما يغاردي لنا يحرس لينا الدار ديالنا. اذا انا حاولت نكتب واحد 3 فراز بور كونفانكر مي بارون دو مو ليسي ادوبتي ان بوتي شيان. دابا غادي ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2. بالنسبه لاكتيفيتي نيميرو 2 قالك لو لاك دو فيلاج اي دو موان او موان بواسونو لي فيلاجوا بيش بوكو ترو. Le maire écrit une lettre qu'elle fait afficher à la mairie pour leur expliquer et les persuader qu'il faut limiter la pêche. Tu es le maire. Imagine et complète la lettre du maire. Et dans ça, واحد البحيرة ديال الفيلاج ما بقاش فيها الأسماك بزاف حيت داك لي فيلاج و الناس تما تيصيدو بزاف. وداك لو مير ولا العمدة ديال داك الفيلاج بغا يكتب لهم واحد لا ليست بيرسواسيف
ويقول لهم بانهم باش ينقصوا من الصياده، انت هو العمده، خصك تكتب لهم واحد لا لتر. اذا غادي تكتب لهم ليو ولا دات où se trouve cette mairie, quand le mairie écrit cette lettre, imagine un lieu, une date. Tiens, objet dès le sujet de la lettre et résumé en une seule phrase. Ou le corps de la lettre, c'est le passage le plus important. Tu écris que tu souhaites limiter la pêche dans ce lac. Ou tu expliques pourquoi et tu classes tes arguments. Ou, tu n'oublies pas de signer ta lettre. Et dans un expliquer comment la lettre, qui m'a dit chauffe mairie de. غادي تكتبوا حنا في المغرب ما عندناش لا ميري، يعني ما نكتبوش العمده، ولا حنا تكتبوا غير لا فيل ولا شي حاجه ميري دو، وتكتبوا المدينه بحال رباط ولا مكناس، فاس، مراكش، وتكتبوا لا دات. لوبجي ديرو ليميتاسيون دو لا بيش دون لو لاك دو فيلاج. شير ادمينستري، جو سويت ليميتي لا بيش دون لو لاك دو فيلاج. اون افي لي بيشور سون دو بلوز اون بلو نومبرو. اوسي لو بواسون سو في رار. Dans ces conditions, dans quel état allons-nous laisser ce lac à nos enfants? Je compte sur vous. C'est l'avenir du village qui est en jeu. Ne l'oubliez pas. Ou dire le maire, dire Smirielk, ou la signature. La lettre persuasive, les radis le lac. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي كنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في البوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير ميساج وتقولوا لنا كومونتير وتقولوا لنا شنو بغيتوا. إذا إلى هنا أستودعكم الله، إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.